قالوا إن الرياضة مرتبطة بشخصية اللي بيلعبها، بتأثر عليه في حياته وفي تعامله مع الناس، بس بتكون سبب رئيسي في تكوين حلم كبير عايزين نوصله. زي البينك ووريرز، أول فريق أمريكان فوتبول للبنات، قرروا إن هم يوصلوا لحلمهم ويعملوا حاجة محدش عملها قبلهم. وبالرغم من صعوبة التدريبات وعنف الماتشات اللي بيلعبوها، حياتهم كبنات زي ما هي. بيهتموا بحلمهم ورياضتهم، بيهتموا بالجمال والموضة، علشان كده ايفون بتدعمهم ووقفة جنبهم. بالرغم ان انا عندي 3 اولاد وبيتي وشغلي ورياضتي، التلاتة دول انا بعرف ان انا اوفق ما بينهم، ومن غير ما حد فيهم او حاجة فيهم تتأثر. اول ما دخلت الفريق كان الناس كلها بتقولي انت تلعبي امريكان فوتبول، دي لعبة عنيفة قوي، وتشز عكس اصلا ما انت، وانت اللي هو انت اصلا بتخافي من الكورة. انا زمان كنت بلعب باسكتبول واي كويت باسكتبول اصلا عشان كنت بخاف من الكورة، واي اوفركيم حاجه زي دي لما دخلت بينك ويرز. بالعكس دلوقتي خلاص، يعني انا خلاص اي اوفركيم كل حاجه ريليتد للموضوع ده. وذا ريزن اي تشوز امريكان فوتبول بالذات كمان ان انا كنت عايزه اوصل لماي باشن بطريقه مختلفه، ان انا ايوز ماي باشن ان انا اوصل لهدفي بطريقه مختلفه يعني. وهدفي ده ان انا كنت افقد وزن كبير في زمن قياسي يعني، وده فعلا اللي حصل. بدأت في الأول في الجيم حاجات بسيطة، وبعد كده رياضة الجري شدتني أكتر حاجة. نزلت مع مجموعة من الناس كل يوم جمعة كانوا بيجروا في الشارع، لغاية ما وصلت أن أنا بقدر أجري مسافات طويلة، لغاية ما وصلت أن أنا بقدر أجري هاف ماراثون اللي هو 21 كيلو. كانت حاجة عمري ما أتخيل أن أنا ممكن أعملها في يوم من الأيام. Even the company for women